الموضوع ان في شخصين ما نبيش نذكر اسمهم. عمر علام وعمر علام وش اسمه هو وواحد اسمه موضوع ايه جان هيري. هذا جان جان هيري ايوه هذا نذكر اسمه لانه مش ليبي ما يهمنيش. حتى عمر علام مش على اذكر اسم الليبي قبل الاجنبي. الموضوع بكل بساطه انت لو تشوف العقد ومش عارف اكيد انت عندك منه نسخه. اولا من البدايه كيف عقد موقعينه من غير ما يكون فيه عنوان للشركه ولا يكون فيه رقم حساب للشركه؟ يعني الموضوع واضح من البدايه في فساد. الموضوع واضح من البدايه ان في نوايا سرقة العقد هذا. بكل بساطة الموضوع هذا أوكي صار في شركة الكهرباء وأنا متأكد أنه مش مرة ومش اثنين ومش لا ولا ثلاثة مرات صاير في عدة جهات تتبع الدولة. يعني متأكد مليون في المية لأن الاستهتار اللي شفته في طريقة التعاقد شيء يعني شيء مضحك. يعني في نفس الوقت شيء ذكي. يعني مش معقولة دولة تتوقع عقد مع شركة اللي الشخص اللي وقع عقد مش حاط لا حساب مصرف ولا حاط العنوان بتاع الشركة. واضح ان الشخص هذا عنده برنامج ثاني بيديره. يعني هذه اول شيء. ثاني شيء نجي نقوله احنا بالنسبة لموضوع الاسم. لما تفتح خطاب اعتماد انت اي شركة في العالم اي شركة بتفتح بتدير شغل مع شركة ثانية بتدير لها دو ديليجنس وبتفهم منها شنو هي دايرة شنو هي تاريخها شنو هي عندها مشاكل شنو. يعني لو تخش وتشوف وتحط usbnd.ly بتلاقيها انها شركة جديدة وحاطين صوره عندهم ويب سايت واللي تو تقريبا سكروه لاسباب ما الله اعلم شنو هي. وفي شركة تانية عندهم نفس المشكلة حتى في السودان نفسه. عمر علام عنده مشاكل في السودان. ما هو دار نفس المشكلة ودفعوا مليون. هذا اللي الموضوع اللي احنا تبعناه ودفعوا مليون للشركة باش يسكتوا على الموضوع. ونفس الطريقة وطلعوا بعدين المنظرين نفس المشكلة في ليبيا. يعني وهنا نقول الموضوع اللي العقل المدبر في الموضوع هذا هو هذا جون هاري. هذا جون هاري كان يبيع في السيارات. يعني للأسف يعني واحد يبيع في السيارات ياخذ عقد ب 500 مليون. يعني شوف وين الكارثه. احنا عندنا كارثه في ليبيا. في ناس تموت كل يوم من مشكله الكهرباء. في ناس عندها سكر مش قادره تضرب بيباري. في ناس عندها مرض الكلاوي وماكينات توقف. يعني الموضوع فيه ناس تموت. يعني في الشعب يعاني. يعني وتجي انت بتدير بزنس وتقلب شركه يعني تستهتار لدرجه غير عاديه.